من صدفان بدي رحب بكل سما تانيا حط الموسيقى على الفيسبوك. من صدفان بدي رحب بكل سما برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني ومنصة الفيسبوك. رح نسمع اليوم صوت متميز جدا ضمن برنامج كل يوم بيومه برفقنا كتير بخدماتنا الهاتفية، واليوم عم بيكلوا مسبات أكتر من أي أيام تانية. هلأ رح يخبرونا ليه، وهالصوت يلي فيه حزم وسحر صاحبته بتتمتع بقدرة كبيرة من إدارة التواصل الإنساني الاجتماعي المهني والعائلي، وبذات الوقت مدربة على التواصل اللاعنفي. شو هو التواصل اللاعنفي؟ إذا فشل التواصل اللاعنفي بيصير العنف حلال لصاحب الحق؟ سؤال مطروح. وهل التواصل اللاعنفي اختصاص أو موضة العصر؟ لأنه الإرهاب فيه مبطن، نحن نعيش العصر يلي فيه الإرهاب مبطن، والإرهاب ما بيقتصر على قتل الجسد والروح، كمان على قتل النفس والأحاسيس. والتواصل اللاعنفي شو دوره على المنصات الافتراضية مطرح ما كل شيء مباح؟ حول هالمواضيع رح نتحاور مع ضيفتنا المدربة في التواصل اللاعنفي الإعلامية تانيا عوض غرة. أهلا وسهلا فيك، بليز تحية بصوتك. عزيزي المستمع، أعتذر منك مسبقا على كل المعاناة التي تمر بها مع صوتي حاليا بفوتيركن والدنيا. وإذا بتسمعونا اليوم رح تلاقوا أنه أنا مني شريرة، وشكرا لانضمامكم لألنا. أنا مجبورة أعتذر قبل. تانيا أهلا وسهلا فيك، شكرا على الاستضافة. رح نحكي عن اختصاصك، بس أول شيء ما فينا سحر صوتك ما نحكي عنه. هيدا السحر صار ماركة مسجلة بلبنان، حتى اللي بيسمعوك من برا لبنان هوية صار إله. صحيح. اليوم أنت حرم ضحية. ما شفتيش بتعجن ضحية. نحن ضحايا الاتصالات والفواتير، وأنت ضحية أنك عم تخبرينا. صحيح. شو صار هلا؟ ما هو مع أنه ناقل الكفر ليس بكافر. إيه هلا، لأنه عم تتعدى الفواتير طبعا، الناس عم تسمعني كتير وعم بتعاني بس تسمع. بس شلنا عزيزي المشترك، عزيزي وبقولكن عزيزي تسلخونا. ليك أنا بدفع فواتير مثل الكل. ايه بالفعل، يعني هي عطية. الصوت ما إلي جميل فيه، لهيك ايه طبعا عطية من ربنا، لهيك بفرح لما الناس بتحب هيدا الشيء. يعني ما إلي جميل، لحسن حظي عم بستعمله وعم بعرف استعمله، وسأبني كمان حظ ساعدني اني استعمله. بحب هالتقية، هالقبعة من قبعاتي يلي سن، يعني يلي إلي من عمر 18، يعني من اول التسعينات يمكن انا وبستعملها. والناس مع انه عادة هي مهنة عمرها قصير اذا ما كان حدا عم يشتغل بالإذاعة طبعا. الحلو انه انا وباقة جميلة من الاصوات من جيلي خليناها تصير مهنة طويلة الأمد، فهيدي نعمة. ومحبة الناس نعمة على قصة الصوت، يعني لما بيعرفوا هوية الصوت مثل ما تفضلتي بيسمعوني عم بحكي مع حدا بيقولي مش انت الصوت، انه معناتها هيدا الصوت خلص صار علقان. ويمكن لأنه على الخدمات ايه وقت يشوفك حدا نعرفك بس من وين وين شايفينك، هنا بيكون سمعين صوتك عرفوا صوتك بس براسهم علقان مين. صحيح صحيح مين. وهيدي كمان نعمة، يعني بالعكس هيدا شيء كتير حلو انه الصوت هو الصوت شغلة مهمة. بس الناس قبل ما كانت تعرف انه فيكون مهنة الا اذا بيسمعوا مذيع يعني، او على الراديو او على التلفزيون. بس صوت هيك لحاله بيبيعنا اغراض، بيقنعنا بقصص، بيخبرنا خدمات ما كانت تنتبه للناس بالتسعينات يمكن او قبل التسعينات، مع انه في نجوم كتير كبار سبقونا وهن ممثلين وممثلات نفتخر فيهم. يعني هن اصواتهم مثل ما بنقول ويلوك اب تو ذم، يعني بتقولي واو انه هيدا فخر لبناني. بس حلو انه الناس صارت ايه بتعرف. يمكن اجى الخليوي والخدمات الاوتوميتد، يعني مثل المصارف مثل المساجات على الكول سنترز، ساعد انه يرسخ هيدا الصوت وصار كل يوم بحياه الناس. تانيا دربتي كثير قبل ما او اشتغل شغلة فترة واشتغلت عليها بمهنيتك الشخصية، لان مثلا انا بعترف انه تدربت قبل ما اوصل على الاذاعة عند عدد من الاساتذة ومنهم المرحوم عمر الزين. نعم، انه مثلا منقول هيدا الشيء. بس مثلا انت كيف؟ انا ما كان عندي على وقت بلشت، انا بلشت بالتسعين 1990
ما كان في بعد مدربين. نعم بس استاذ عمر ما كنا بنعرف فيه ابدا. نعم. يعني بعدنا طالعين من حرب. بس يعني كنت انت باللغه الاجنبيه؟ كنت باللغه الفرنسيه قبل. واذا بدك التمرس الاذاعي يوميا كان المدرسة. وبتعرفي انه الانسان بيتعلم بالتقليد. يعني كنت مرجعيتي اقعد اسمع RMC الاذاعات العالمية، شوف على التلفزيونات مخارج الحروف وهيك، اشتغل على حالي لانه ما كان في حدا يقول لي هيدا منيح هيدا مش منيح، هون هيدا صح هيدا خطأ. فبالممارسة تمرنت. واصلا يلي يمكن ساعدني ديافراغمي مدرب، لانه من بلا ما اعرف يعني كان لي، انا كنت 12 سنه سوليست بكورال وسنتين فوكاليز عند كبيرنا زكي نصيف، الاستاذ زكي نصيف. نفس صح واداء ومخارج حروف. اصلا حدا بيحب اللغات، عندي فتلات لغات ساعدتني كثير انه وبحب الاكسون. يعني بس كون عم بحكي اللغه بحب اتبنى كيف بتنحكى قد ما فيي. طبعا ما بحياتنا بنصير مثل النيتيفز بنحكي، خاصه اذا مش عايشين بيناتهم، ولكن هيدا الشيء كمان ساعد انه باللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه كمان مخارج حروف سليمه ومتمرن عليها بالكورال وبالفوكاليز. يمكن هيدا كله عوامل اكيد ساعدت. عندك شركة إنتاج خاص فيك؟ لا، عندي تسجيل بالتعامل، أنا بشتغل على حسابي ومسجلة بالضريبة باسمي الخاص. يعني اسمي هو اللي بدفع ضرائب عليه، وبسجل أغلبية تسجيلاتي صارت من فترة طويلة من البيت قبل الكورونا. يعني عندي مثل استوديو صغير بالبيت، بس أكيد ما بحط موسيقى، ما بعمل أديتنج متقدم، بس خدمة صوت، لأنه مش ما بقدر اخذ مهنه الاستوديو والاديتور يلي بالاستوديو والخبره والكواليتي اللي موجوده بتبقى بالاستوديو للعمل الباقي تبعه. نعم. عندي تامين على صوتي؟ حاولت بس ما في غير على الاوتار الصوتيه وخارج لبنان، وكثير غاليه، فقلنا يلا بنتركها ربني. الله يخليكي ويخلي صوتي. ثانك يو. بلشنا بهول المواضيع لانه رح نغوص بعدين بموضوع اخر. صح. بس كمان نحن عم نحكي عن مهنتك كاعلاميه، كان لك زيارة على أرمينيا. أوه، من أحلى السفرات. يعني هو الذكريات كتير عزيزة على قلبي. هاتوك لأنت تخبرينا. كانت 1996، كانت أرمينيا بعدها عم توقف وباستقلالها الجديد، وكان بأرتساخ كان بعده وقف إطلاق نار. اجتنا دعوة كريمة كتي في، كنت بالام تي في وقتها، كنت ريبورتر وبقدم نشرة الطقس، وكانت لقلي أول سفرة عمل إذا بدك خارج العمل، يعني خارج لبنان، وعلى أساس نعمل ريبورتاج صغير للأخبار. بس يلي لقيناه بأرمينيا، وكان بشهر ديسمبر، يعني بشهر كتير ساقعة وبظروف كانت كتير صعبة بوقتها. يعني بتذكر من يريفان لأرتساخ أخذت معنا الطريق 14 ساعة، لانه كانت بعد الطريق مقصوفه باماكن وننطر البلدوزر ليفتح جزء صغير منها لنقدر نقطع، والا ما بنقطع. بس من اجمل سفرات، مش بس انا، الفريق العمل اللي كان معي المصور ومساعد المصور بعدهم لليوم، كل شيء سافرنا وبرا من العالم واشتغلنا. سفره كتير كتير هيك بالقلب انحفرت لعده اسباب. اول شيء للشبه الكبير بالقصتين اللبنانيه والارمينيه اللي لمسناها، بالطيبة يلي كتير قريبة. يعني مش بس أرمن لبنان، يعني عندهم هاي الطيبة، الأرمن يلي كل عمرهم هونيك، البيوت اللي انفتحت لنا، الجروح اللي سمعناها، القصص اللي بتبكي واللي بتضحك يلي عشناها بأرتساخ. ما بنسى على مقابر كل شباب وصبايا استاذ موسيقى بالكونسيرفاتوار اخذ عهد كل حياته بيروح كل نهار أحد بيعزف لهم يلي كان يعزف لهم ياه هن وعايشين، ونحن كنا موجودين نصور هيدا الشيء. رجعنا على لبنان مش بروبورتاج، رجعنا بدوكيومنتير كثير بحبه، يا ريت في منه ديجيتال او فينا او اليوم يوتيوب. يعني يا ريت بنفتش على الارشيف الغني، يا ريت، لانه حتى انا ما بقى عندي هالفيديو. عرضناه بوقتها وبتذكر الاصداء الكثير حلوه يلي اجتنا، لانه بالفعل كانت من اجمل السفرات يلي عملناها ويلي اثرتنا النا، اثرتني الي انا واثرت فريق العمل الصغير يلي كان معي، وتركت هيك اصدقاء حلمين كثير. تانيا عوض غرة،
وتكون في هيك اشياء وبتتغير بالتاريخ، يعني في احداث اليوم ارساخ محل تاني. صحيح. وتتبعتي احداث ال 2000 و كثير وجعت 20 كثير انوجعت، كثير انوجعت، لانه هيدا اللي بدعي فيه رح نحكي فيه بعد شوي. لما منشوف القصص عن قريب، ولما منشوف الحكايات عن قريب، ولما منشوف الوجع، انا يعني ما صدقت انه عم نرجع على الخانه الاولى. ما فهمت شو عم بصير، ليه زعلت؟ لانه بعرف قديش عزيزه هالارض. بتذكر يعني هلا مثلا كنيسه شوشي يلي كانت مدمره كليا، ويلي لما رحنا نحنا كان في شخص واحد ترك كل شيء بيريفان، ترك بيته وترك الدنيا وطلع بلش يرممها لحاله. بتمنى ما تندقر بقى هالكنيسه، بتمنى هالناس اللي فوق ما بقى يندقروا، بتمنى الناس تلاقي وسائل لحل النزاعات أزكى، ونحن قادرين نلاقي أزكى. قادرين يعني، لأن حرام، حرام الوجع وحرام هالتاريخ يحاول يعيد نفسه. يعني معناتها في شيء ما عرفنا عملناه، في شيء ما عرفنا نطلع منه. بتمنى البرد والسلام لهالمنطقة، وبتمنى عن جد انه خلص يعني يكون في حل مستدام بكل المناطق اللي عم تغلي بالعالم. بس اكيد هالمنطقه عزيزه علي، لانه صارت شقفه من قصتي، لانه عشتها. اكيد يلي منعيشه منشوفه اقرب علينا، بس لكل منطقه عم تغلي بالعالم حرام. لانه ولا حرب الا ما بتنتهي بدهم يعدوا، بدهم يحكوا، بس بيكون راح اللي راح، ويكون دفع الثمن أغلب الأوقات هن الناس اللي ما طلبوا الحرب. لا. تانيا عوض غرة، رح تروح إلى اختصاصك. نعم. اختصاصك الجديد مدربة للتواصل اللاعنفي. السؤال، عم شوف هيدا الاختصاص صار كتير اليوم، صرت أسأل ما وفي إلي وزملاء وكتار وقت عم يهربوا من الحياة، من عجقة الحياة. أيه. عم بيروحوا على هيدا الاختصاص، ومنشوف انه كمان معلي تحية لكل شخص منهم عم يتدرب، كلهم بيشبهوا بعضهم بالشخصيات. مسلمين، ما عندهم حقد، بطل لهم مطرح حلو بالإعلام. عم بيروحوا لمحل تاني، ما بعرف إذا بتوافقيني الرأي أو لا. أيه. صرت أسأل هيدي موضة أو حدا عم بيكمل مشوار حياته برسالة، وهالرسالة بتطلع مصاري أو لا؟ حلو حلو. شوف، رح خبرك. أول شيء مزبوط اللي عم تقوليه بجزء كتير كبير منه، إنه في أشخاص، بس إذا بتلاحظي بالشبه بين بعضهم، وصلوا لمرحلة معينة من حياتهم وعمرهم أيضا. طبعا. في مرحلة من حياتنا تسألي سؤالات جوهرية من بعد ما تكوني ملهية عمر بالركض. التواصل اللاعنفي اللي في قسم منه مثلا خاصة اللي بيدرسوا وساطة، وأنا دارسة وساطة، بيتخصصوا بالتواصل اللاعنفي، لأنه الوساطة أو الميدياشن لازم يكون الواحد دارس تواصل لاعنفي ليقدر يمارسها. والوساطة هي مهنة، أكيد هي مهنة، ومن حسن الحظ أنه قانون اللبناني أو ننا صارت موجودة، وهي حل للنزاعات، أوفر من المحاكم، أسرع من المحاكم، وإجمالا بيسعى ليكونوا الفريقين رابح رابح. أكيد مش دايما نوصل لرابح رابح، بس على القليل بنتخانق بطريقة أهدى، ما فيها أذكى نزاع. ما فيها نزاع، النزاع اختلاف بس بدون نزاع. هو النزاع، لقلك شغلة، النزاع صورته السيئة براسنا. النزاع مش شيء سيء بحد ذاته، النزاع اللي براسنا السيء عن النزاع، وبس نقول نزاع هيك بيضيق خلقنا وبيطبق على صدرنا، أنه يا الله ما بدي مشاكل بحياتي، هو لأنه طرقنا بحل النزاع عنيفة أغلب الأوقات. منفكر أنه ايه يا خيي بالمشكل حدا بده يربح حدا بده يخسر، يا اما ايه يا خيي لا تحل مشكل تنازل والتاني بده يتنازل. هو لا هي ولا هي بالضروره، النزاع امر طبيعي. انا وعم بتواصل معك هلا، انا بفكر بطريقه وانت بتفكري بطريقه، حتى لو كنا من بيت واحد، من الطبيعي النزاع يكون ناطرنا على الكوع، او الاختلاف بالراي، او نحن من النزاع بنشوفه بصورته الأسوأ. بس هو النزاع في اختلاف بالرأي، اختلاف بالمواقف، بالقيم، هي كلها نزاعات. هيدا شيء طبيعي، لأنه كبشر نحن ما بنشبه بعضنا، ولكن لأنه النزاع ما شايفين غير طرق عنيفة بحله، عنا هالصورة الكتير بشعة عنه. بينما النزاع أوقات بيوصلنا لمكان أفضل، لحل أحلى، لمكان نيح اللي تخنقنا. مش هيك أوقات بنسمع المثل ما قالك صاحب إلا بعد أكل بين هليلين أو مشكل؟ أوقات بالفعل النزاع إذا عرفنا حليناه منرتاح،
والفريق التاني بيرتاح، بس اللي كما أو الكيف هو السؤال يلي التواصل العنفي أو الوساطة أو حل النزاعات أو تحويل النزاعات هو اللي بيلعب دور فيه. رح أرجع على فكرة إنه الموضة، أنا بنبسط لما بسمع إنه اليوم التواصل العنفي صار عم ينحكى فيه، لأنه قبل كان إذا بدك رح أقولها بالفرنسي واللي إلها ترجمة بالعربي وساعديني إليتيست، يعني لنخبوي نخبوي، هاي هي يعني كان في ناس معينين بيعرفوا بالموضوع بمناطقنا، مع إنه بالخارج سبقنا العالم، سبقنا وفوتها على على التعليم الرسمي، على المدارس، على الجامعات، الأمم المتحدة بتوظيفها إلى ما هنالك. بمناطقنا عنا خوف شوي من كلمة لعنف، منفكرها استسلام. في كتير ناس كانوا أول ما نحكي بالموضوع يفكروا إنه اللعنفيين هن جماعة ناكشين راسهم ومطولين شعراتهم لابسين هيبي وبيس أند لاف. البعض حتى بيتهم كان اللعنفيين إنه بدهم يعملوا سلام مع إسرائيل. العنف ما خصه بكل هاو، العنف هو نضال، والدليل أسماء كبيرة مثل مارتن لوثر كينغ، مثل غاندي، مثل مانديلا، مثل كتار غيرهم حول العالم، مثل حتى تحركات معينة بلبنان صارت، مثل الانتفاضة الأولى الفلسطينية بنقولها انتفاضة الحجارة إلى ما هنالك. فإذا كانت صورة نمطية عن هالموضوع مع الوقت ومع زادوا الناس اللي بيحكوا فيها، وأنا بنبسط وبفتخر أنك كنت من هالناس يلي سوقت لها وعرضتها على التلفزيون، عملتها شعبية إذا بدك، ساهمت بشعبنتها، فبنبسط لما بسمع أكتر وأكتر ناس عم بيتوجهوا لها. بس إيه، بمرحلة معينة منكون جاهزين لها، مش دايما جاهزين لها، يمكن لكون استويت أو خلص عم غير مهنة أو عم غير حياة، نضجت الفكرة، نضجت الفكرة، أوقات بتكون الفكرة موجودة بس بدها نضوج علي. طب لانه الفكره الحين في صح، انا بدي بلاوي، وانا صرت من القلم عشان لليوم بالقلم، ما بحط اكثر من 100-200 اخذوها وتبنوها بحياتهم، الباقيين اكثر اخذوها ثقافه انبسطوا فيها، تعرفوا عليها. بس الناس اللي عندها الاستعداد، لانه الفكره بتبين بسيطه بس هي عن جد فلسفة حياة، تواصل حياتنا. نحن من كل 10 دقايق رايحين 7 دقايق عم نتواصل، شيء أساسي بحياتنا. يعني إذا منعدهم بآخر حياتنا منطلع أكتر شيء نايمين بالساعات، تاني شيء متواصلين لأنه نحن كائنات اجتماعية. لك إنه عالمية، لك الصراحة بدول الغرب عم بيطالبونا اليوم أكتر وأكتر، حتى هن سبقونا، عم بيلاقوا إنه مقاربتنا للموضوع عايزينها حتى هن كمان، لأن الخبرة اللي عم نعيشها بالأزمات صحيح أكتر منهم. صح، وشخصيا بقول نحن العالم كيف كانت الأزمة اليوم. صحيح، كيف عم ندبر الكهرباء والمي والإنترنت والغاز والنفط والدواء والتعليم. ايه، عن جد نحن لازم ندرب العالم بشكل أو بآخر. 100%. زميلتي تانيا، إذا بتسمحي تعرفنا على شو هو التواصل العنفي. هلأ خلينا نروح إلى تطبيق. بيجي أنا بدي أقول لك تانيا أنا كتير عنيفة، بنفعل كتير، بغضب كتير، ما عندي قبول للآخر، بعتبر حالي انه دائما انا على الصح. بدي طبيب نفسي او بيمشي الحال معك؟ رح اقول لك اول شيء، اذا قلتي لي هيك مع انه بعرف انه مش هاي الحقيقه، بس هيدا في كل مثال عم بعطي أكيد. مثل الضحيه، في شيء مرتكب السبب قبل ما يقول بقول لانه البادي اظلم. نعم، ليه ما منقول البادي ظالم؟ ليه نستعمل فعل التفضيل أظلم؟ أظلم؟ لا، مش نريح حالنا، مش نريح حالنا، وبمكان ما من حيث لا ندري عم نعترف بشكل غير مباشر نحن كمان عم نظلم. ما بدك لا طب نفسي ولا شيء، هيدا دماغنا بيشتغل بطريقة معينة، وفينا ندرب دماغنا يكون أكثر اعتدالاً ويعترف أنه مش حقيقتي هي الحقيقة المطلقة، هي حقيقتي ولازم أطلب من الآخرين يحترموا ليها، بس أنا كمان لازم أحترم حقيقة الآخر، لأنه مثل ما أنا عندي حقيقة، الآخر حتى لو كان خصمي عنده حقيقة.
هي هون وعملنا حرب. هيدي عملتها أمريكا بالعراق. ايه؟ وعملتها بأفغانستان. مودت العالم. واليوم كل حرب استباقية. صارت مبررات أي حرب تشبه هيدي المبررات إنه أمريكا عملت. عم بستبق. أوكي. لأنه أنا ضحية potential ضحية، أنا ضحية مستقبلية. فإذا نحنا أنت اللي عم بيوقفنا واللي بيخلينا نعتبر حالنا ضحايا واللي بيخلينا نعتبر إنه حقيقتنا هي الحقيقة هي الخوف من الآخر. نحن منخاف من الاختلاف، منخاف من التاني، بينما إذا بنعمل شجاعة جديدة من نوعه، هيدا جزء من التواصل العنف، لأنه هو تواصل متراحم، متراحم مع حالي ومع الآخر، متراحم يعني empathic empathic يعني إذا متسامح، متسامح وبمحبة، يعني ما خاف حط قلبي عقيدي وحط لك إياه، لأنه قلبي عقيدي ساعة اللي بدي بسترجع وما رح تقتليني وتاخدي لي بالتواصل، أنا ماني بخطر الموت. وعنا ميل طبيعي كبشر، إذا شفتيني جاية لعندك هيك شو ميلك الطبيعي؟ تاخدي إيدي، هيدا ميلنا الطبيعي. يعني ربنا خلقنا على صورته، مش خلقنا أشرار، نحن من وسائل في أشرار على القليلة، هيدا يعني إذا من يؤمن بالخلق يعني، وأنا منهم. إحنا بطبيعة منا مأذين، ليه؟ آه العنف بيعطيني نتيجة بسرعة، فبعتمدها وبيخد نتيجة بسرعة. الأقوى والأقوى وبخوف والسيطر، واللي بيخد حقي بإيده حكي فتش بحب شيء، ليه؟ إنه أنا منطلقة من الخوف، ما لازم خاف، لازم يكون عندي شجاعة من نوع آخر، هي الشجاعة إني مد إيدي ودينك إمكانية البراءة من أفكاري ونواياي وفكرتي عنك وحقيقتي، دينك إياها، ما أنا عم تبين إنه أنا يلي عم فكره عنا مش مظبوط. بلكي حدا عم بيستغلني. بركي إيه يمكن، بس أنا عم دينك، أنا بيني وبين حالي عارفة إنه بس مجرد عم دينك، أنا وعم بحكيكي حطيت أفكاري النمطية على جنب شوي، حطيت أفكاري المسبقة على جنب شوي، أحكامي هن بعدهم ما رح أتخلى عنهم، بس إذا دينتك إمكانية البراءة هو أغلب الأوقات رح تطلعي بريئة من أفكاري وصوري ونمطيتي، وإذا في جزء منه ما طلعت بريئة أنا دايما عندي الحرية أرجع على صوري النمطية أقول إيه بس بهاي النقطة برهنتلي إنه أنا معي حق أو إنه حقيقتي هي الأحسن بالنسبة لي. أوكي. وطلعت نظرتي إلى مظبوطة مثلا، هي ما بتستحق انه اعمل هيك، ما بتستحق انه اتنازل لها مثلا، بس تعرفي انه لما منمد ايدنا بكل محبة مع كل حدا منتعامل معه بلطف 90% من الاوقات ناطرنا مفاجأة حلوة من الميل التانية. ايه في 10% بيطلعوا اوقات مش على ذوقنا، بس عن جد لانه انا اذا بحكيكي بطيبه وشيء مفرجيتك اني انا ايش عفيكي انساني كامله متكامله طيبه وعبالي شوف هيدا الشيء فيكي، بصير عندك الرغبه تفرجيني اياها. صح، وهيدا شيء طبيعي. ما بتتخيلي قديش الجسور بتقرب بين الناس لما بس بدنا نكون، برجع بقلك لهيك ايه بدا الواحد يكون مستوي من جوا وصار بده هيدا الشيء ليتبني، لانه هي فلسفه حياه. اوكي، يعني ما في يعملوا حدا يجي يقول له تعا جرب معي، بده يكون اقتنع. في يجرب معك، في يجرب معك وتنبسطي. انا ياما بيجي ناس بيقولوا لي مثلا خي شو برتاح لما بتحكيني، برتاح لما بتسمعي لي لان بحسوا حالهم مسموعين، بتريحي، ميرسي لانه سمعتي لي او ميرسي لانه حكيتيني الى ما هنالك، وبيرجعوا حياتهم ما بيتبنوها مع انه شافوا انه بتمشي. ليه؟ لانه بحياتهم بعد ما جهزوا، بعد في مثلا ترسبات غضب، بعد في حياه كثير معقده حواليهم. العمر له خاصات، العمر والخبره والاراده، يعني الاراده. انا بعرف ناس اصغر مني بكثير عملوا جلسة ساعتين معي فلوا كملوا لحالهم وتعمقوا فيها، اليوم صاروا قدامي ماشيين. ليه؟ لأنه من العمر مش لحاله مرجع، لأنه عندهم جهوزية عقلية معينة، نضوج معين قدروا يتبنوها، وهي عملية تبني هي إلى تقنية طبعا، يعني مؤلفة من 4 أركان، وإذا في وقت نحكي عنها إيه، ولكن هي الأهم من هيدا كله أنا نيتي شو من الحكي وليه بدي استعملها. إذا فكري استعمل هالمقاربة لإكسب الناس ولا دولبهم وقربهم وإربحهم وإتشاطر، ما بتزبط، ما بتزبط، لأنه كلنا بمرحلة معينة عنا ذكاء معين، بتعرفي اللي عم بيكذب عليك من الصادق، كلنا بنقدر. طفل صغير بيقفش إذا عم كذب عليه، عم بضحك عليه بعد ما ترت
يا طيبة. لا أنا بعرف كتير منيح كون نرسة ولئيمة وجاوب وجواب تحت بعض عملاوي بشر. هيدي الجوابة تحت بعض بقدر. في الإنسان اللي فيه خرمشي. إيه إذا عزتها مع بعض الناس بس بستعملها كمان صرت بلعون فيها. إذا بتعرف استمرار الأركان. الأركان أربع أركان. الركن الأول هو إذا بدي أتواصل لعن فيان أول شيء بدي أتعلمه وخبرتي بالحياة وديني وعقيدتي وهيدا حاططن شوي عجنب. يعني أنا بدي أسمع لك بكل كينونتي اتركن هاو هلأ عم دينك برجع بقول عم دينك إمكانية البراءة يا حني هون حدي ساعة البدي برجع لهم ما خاف عليهم مش رايحين محل إذا سمعتلك من قلبي. بدي أسمع مثل الرادار. يعني الرادار ما بيبعت لي إحداثيات بقلي عجبني اصلا لونه غريب احدثي قلتي مخبى بين الكلمات بس لازم تكون وجها لي بقطع فينا لأنه نحن كائنات عاطفية وعندنا مشاعر ومشاعر ذكاء عاطفي وذكاء عاطفي اللي اليوم صار هو الأساس بالتوظيف وبالمحادثة. الركن الثاني اتعلم اقرا المشاعر. عم تقلنا في شيء مش ظابط خاصة إذا مشاعر نيجاتيف نهار القصير منعيشهم كلهم كذا مرة فكتير طبيعي نتعلمهم ونستقبلهم ما نتعلم نكبتهم. بثقافتنا الشرقية عنا ميل خاصة عند الصبيان هنا وصغار نعلمهم يكبتوا مشاعرهم. عند البنات بنسمح لهم ما تبكي ايه ما شد اللي حالك انت رجال. وبتشوفي مع الوقت بس يكبروا وينضجوا خاصة إذا ممنوع عليهم يعبروا في أول شيء الوفاة بالقلب نسبته كتير عالية حول العالم. تاني شيء في ناس ما بتحتمل هيدا النوع من الكبت وبتصير تفجروا بعنف مشان هيك أو بصير بيقولوا عنهم دمعتهم سخية. صح يعني اللي كل ما بكيو قبل بمرحلة ما شو ما قلتي لهم بيبقى مزبوط. لهيك لازم نتعلم كتير بسرعة نشتغل على على الايموشنز وعلى العواطف ونفهمها لأنه العواطف دايما عم بتخبرنا في شيء مش ظابط. إذا برصد بجمع بسمع منيح بقشع منيح شو عم بتحس هلأ شو عم بحس أنا من يلي عم بسمعه منها لأن أنا كمان عم بتفاعل معك. برجع بوصل على الركن الثالث لكن شو معقول يكون بدها شو حاجتها. ولما بحكي عن الحاجة هون مش عم بحكي عن حاجات مثل هالحاجة اليوم للمصاري وللمزود لا عم بحكي عن الحاجة الدفينة القيمية يلي كل إنسان عوج الأرض عنده إياها. يعني مثلا إذا أنا بقليك يا عيب شو عليك كيف تحكيني بهالطريقة أنا عم بهجم عليك عم بأنبيك شعوري الظاهر هو غضب أنا غاضب عليك هلا. وللمستمعين ولقليك بقليك الشعور الغضب ننتبه منه لأن صوته عالي عنا ميل نعلق فيه إنه
كيف تسمح لحالها تحكيني بهالطريقة؟ هي حتحكيك، أنا كمان بعرف جوابها ما بسمح لك. فينا نعلق غضب بوجه غضب، بس الغضب دايما تحته في شعور أقسى وبيوجع أكتر، يمكن في حزن، يمكن في مرارة، يمكن في خوف. ما نوقف على الغضب لحاله، دايما يجي تحكي أنا غاضبة عليك، بدل ما قلك شو بدي، مش معودة قلك شو بدي، بقلك يا عيب الشوم عليك كيف تحكيني بهالطريقة، ما بسمح لك أنت وحدة بلا أخلاق. عفوا من المستمعين، بس عم بعطي مثل. لو كنت صادقة أكتر، أو أنت إذا ما بتعرفك التقنية التواصل العنفي بتفهمي دغري أنه أنا غاضبة، على الأرجح بدك مني شيء. وعلى الأرجح غاضبة لأنه زعلانة من شيء منك. وبدي شو بدي؟ معقول تكون حاجتي احترام؟ يمكن بدي احترام ما نلته منك، بدل ما اقول لك انا بحاجه للاحترام. يكون وصل شيء خطا عني، وبدل ما اجي توضح هذا الامر. مزبوط، هذا الكبت الداخلي صح. بدون مصارحه وصل لوقت انه يكون هذا الانفعال فجرتي. مزبوط. فاذا انا متعلمه التواصل العنفي، ما بوقف هجمي عم تقولي لي، بس اكيد بتضايقت انه يي لك كيف حكيتني، انا شو قلت لها لحكيتني هيك، ولكن بلحظه بقدر اقول مبين انها كثير معصبه، يمكن معصبه لدرجه اصبت ما نحكي هلا. هيدا الذكاء العاطفي. بس معصبه مني او من غيري؟ عم تفش خلقه فيه؟ يمكن اثنين ويمكن وحده منهم. اذا عندي ذكاء وانا بعرف مضمون القصه، اذا مثلا من حدا غيري بقول لها انت هلا معصبه منك قادره تسمعيني، انا بدي انه نحكي بالموضوع، شو رايك نحكي بعد شي ساعه مثلا. واذا حستها قادره تسمعني، قادره تسمعي هلا، بحق لي دافع عن حالي وقول لك رايي، قادره تسمعيني؟ لان اوقات بتكون مش جاهزه تسمعني، وبيكون حكي شو ما حكيت ما له اهميه. اذا حدا بغضب وعم بيغلي رح يفوت من هون يطلع من هون، يمكن اضبط ناخذ موعد. بس اذا جاهزه تسمعني، انا فهمت ان حاجتك تنقول، اذا انت اللي قلتي لي هالكلام، حاجتك هي تنقول الاحترام او الصدق، يمكن ويمكن اثنين. لما عم بحكي عن الحاجات، هالنوع من الحاجات قصدي، يعني كلنا بحاجة للهواء، الأكل، المي، الشرب، النوم، التكاثر، الحب، التواصل، الحياة الاجتماعية، الاحترام، التقدير، الفرح، الدعم، الانتماء، الدعم، التميز، كلنا، ولا الحرية. ما في إنسان على وجه الأرض إلا ما بيتشارك هالحاجات القيمية اللي كلنا عنا إياها، أنا وخصمي، أنا واللي ما بطيقه، أنا ويلي هلأ شايفته شيطان بوجهي. نحن منتشارك حاجات قيمية بتجعلنا بشر، إنسان عنا كرامة. فإذا رح أرجع للثلاثة لأوصل للرابعة. لما عم برصد، إذا سمعتك منيح وقشعتك منيح، دغري بفهم شو الشعور اللي عم تقطعي فيه. الشعور عم بيقلي انتبهي، في حاجة تحته مخبية. فكر شوي، إذا فهمت شو حاجتك بهالمثل اللي أعطيناه، تنقول الاحترام حاجتك، ساعتها بوصل على العنصر الرابع اللي هو الريكوست أو التقدم بطلب. ساعتها بقلك أنت معصبة لأنه شعرت أنه هلأ أنا قللت من احترامك. إذا كان هاي حاجتك بتقولي لي إيه طبعاً، لكن أنت بتقبلي حدا يحكيك هيك، صرنا على السكة الصحيحة. يحون إحنا بعد ما خلص النزاع، بس صرنا على السكة الصحيحة، مش واقفين بوجه بعضنا مين بيحكي ارتب ومين هجم على الثاني، مين بيطلع الصوت ومين صوته اعلى اكثر. لانه في كمان ناس بتبلش تحكي، ممنوع انت ترد. صحيح، هذه المشكله 100%. بطلنا عم نركز على بعض، صرنا عم نركز على المشكل. بتعرفي انه 3 ارباع النزاعات لو الناس بيركزوا على المشكل بدل على بعضهم، على الجوهر بتخلص المشاكل بثلث ساعه ماكسيموم. حتى مشاكل عائليه لها 20 سنه فيها تخلص بثلث ساعه. مش عم اقول حل سحري، مش كل المشاكل طبعاً بتنحل طبعاً. ولكن أوقات بيكون أطراف النزاع مش طرفين، كذا طرف، مجموعة من هون. صحيح. ومجموعة من هون، وبتكون يعني أصعب بكتير. صحيح. تانيا بدي روح إذا بتسمحي لمحل تاني، حكينا هلأ عن الأركان صح، بس كيف التطبيق؟ يعني تنروح إلى التواصل العنفي، بيجي أنا بقول خلينا نعطي أمثلة اليوم عائلية. صحيح. مهنية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، عنا أمثلة قد ما بدك. مزبوط. ونحن بدوامة نزاع إلى دوامة، كيف بدنا نبلش؟ نحن هلأ بتقول تانيا أنا اليوم بدي أتبنى هذا المشروع على صعيد وطني، أعطيكم أمثلة كيف حل له. يا ريت لقلك
كيف الفلسفة. بس أكيد ما فيك تدخلي إذا ما كانوا الطرفين عندهم قبول لتدخل. لا طبعا طبعا أكيد، وأوقات في طرف بحاجة إنه ينسمع فقط، وفي طرف ما بده لا يسمع ولا يحكي، منه جاهز. وإذا مش جاهز رح يمكن تتفاجئ، مش مشكل، لأنه أنا بجهز، يمكن أنا بعرف سيطر على أعصابي وقول أوكي أنا مستعدة أسمعك تفضلي. في ناس إذا بدوامتهم فايتين فيها حاليا منهم متمرسين على أنه ضبط هيدا، منهم جاهزين تاخد معهم يمكن ساعات والبعض أيام. بتعرفي بالكونسلتنسي للأزواج مثلا، بالمستشارين اللي بيساعدوا الأزواج بنزاعاتهم بيعلمون هاي التقنية، وهي تقنية ناجحة جدا. بتعرفي أنه حتى زوجين إذا في موضوع من هدول المواضيع، لأنه الفيل في الغرفة، هيدا الإليفان اللي ما حدا بده يحكي فيه، واللي الموضوع دايما بدل ما يحكوا فيه بيصيروا يتناقروا. أمك وأمي أولادك لا أولادك، بيصير بدل ما يحكوا بالموضوع بيعلمون خدوا موعد من بعضكم لتحكوا بالموضوع، حددوا موعد على الكالندر تبعكم. كيف تاخدي موعد لشغلك؟ كيف اليوم حددنا موعد لأجي أنا؟ بين شغلك وشغلك والولاد والبيت وما عم نلحق نحكي ومنضل نتخانق. إذا بدكم تحلوها أول خطوة تعا نحدد موعد، موعد السبت بين 7 و9 بالليل منروح منقعد نشرب فنجان قهوة بكافيه أو منجزدر بالسيارة، ما منرجع ما نكون خلصنا الحكي بالموضوع. وبهيدا الوقت وقت تاخد الموعد بدك تفكر شو بدك تقوله، هي بتفكر شو بدك تقوله، بعدين منقول إذا قال هو هيك كيف بدي يرد عليه، وخلص يا بيركب المشي يا بيخلص. بتتحضري بالحجج تبعولك أكثر من ردة الفعل. فإذا محضرين الحجج كتير منيح، مثل أي رانديفو منيخدو عملي اجتماع، مثل أي اجتماع أنا محضرة الحجج. إيه يمكن بالاجتماع يعلى الصوت شوي من هون وهيك، بس هيدا عاملين لو نحنا إطار معين. وتقنية تانية كمان لنحل المشاكل هيك على السريع، إذا كتير معقد الحكي أوقات إذا قاعدين بوج بعضنا منصير نتناقر أكتر، قومي نتمشى ونحكي نحن وعم نتمشى كتف على كتف. صح، لما ما عم نتطلع ببعض عم نتطلع على هدف واحد قدامنا وعم نمشي كتف على كتف، حتى لو عم نتخانق بصير بوزيتيف. بقول له ما بدي علمك تكون بوزيتيف لأنه ما بدي علمك تكذب على حالك، الصدق مع الذات هو مفتاح. لا، إذا أنا عم بضغط نفسي لازم اعترف، هيدا شعور، لازم اعترف لحالي عم بعمل ضغط نفسي. إذن لهالسبب يمكن أنا مش قادرة أركز، يمكن إذن لهالسبب مين ما حكيني دغري بطلع بالعالي ودغري بفعط. هيدا ذكاء العاطفة. طيب شو بدي أعمل أنا لحتى إذا حد حكيني ما فيش خير فيه، أنا عارف ما خصه، عرفت قعدت مع حالي. فكرة بتعرفي واحدة من أكتر الأمور اللي ما بنعملها واللي ضروري نعملها هي نقعد مع حالنا ونسأل حالنا السؤالات الصعبة وشو بدنا بين السوشيال ميديا وبين ما عندي وقت بدي اخذ موعد. شفتي كيف؟ خدي موعد مع حالك. بدي مرة شيء مهضوم، كنا باجتماع مع احد الوزراء مرة بكوني اقعد مع حالي وبجاوبكم شو بدي اعمل، وتقال قعدوا يعني سوري صار في تنمر على الموضوع، بده يقعد مع حاله ولو قلنا هلا شو بدك تعمل. بس هو بطريقة ذكية هذا الوزير اللي بوجه له تحية بقول أنا بدي أقعد مع حالي تجاوبكم. معه 100% حق. ليك قدي صرنا ما بنقعد مع حالنا لدرجة منفكرها نكتة، لدرجة مثل هنا اعتبروا أنه هروب من المسؤولية. ايه أكيد ايه، لأن كمان على الطريقة اللبنانية. بس كمان ما ننسى هلا أنه نحن اليوم overloaded، يعني نحن يقصف دماغنا بالنهار بالمعلومات وبالصور وبالسوشيال ميديا وبمشاكلنا اليومية لدرجة منفكر انه ما عنا وقت نقعد مع حالنا. بس كتير يعني حتى بالمدارس مادة الفلسفة صارت مادة بيتمسخروا عليها مع انها هي مادة اساسية. الفلسفة هي الاسئلة الجوهرية يلي بتفتش عن حالك، بتفتش عن حالي وعن معنى الدنيا وعن معنى الحياة وعن شو الاولويات. في فلسفة جديدة اليوم، فلسفة التواصل والاتصال والمنصات. هيدا الشيء وهيدا الشيء ما جاوبتينا على السؤال. ايه شو سألت تانيا عوض غرة، إذا طلب منك أنك تفوتي بوساطة اليوم على الصعيد الوطني ياريت. شو الموضوع اللي بتختاريه؟ من المواضيع الكتير المطروحة. أنا الموضوع الكتير عزيز على قلبي هي الطائفية السياسية اللي عنا إياها، تفوت على هيدا الخط لأنه أكيد في مواضيع حياتية أنا مني يعني بقدر فوق، إنه هيدي بحسها إنه نقدر نشتغل عليها. بس بعتقد لأنه
بعملي على الأرض. نحن على فكرة بلبنان وهي شغلة لازم شوي تبسطنا تفشلنا خلقنا، نحن معنا طائفية فقط، الطائفية بمعنى تكفير الآخر، نحن ما منكفر بعضنا بلبنان لأنه نحن بلد ضيق، ضيعة هيك ضيعة هيك ضيعة هيك، يعني منعرف عويد وتقليد بعضنا والأعياد وسبب العيد يعني إجمالا منعرف، بس نحن عنا طائفية سياسية يلي هي بتلعب دايما عوترنا الحساس اللي هو الخوف على الطائفة الهواجس. ايه وعنا بعد هالخطوط التماس بعدها براسنا، والخوف على طائفتي من الآخرين يكلوها يدعسوها، فإذا بفوت على وساطة أكيد بنقي هالحاجز الخوف يلي بخلينا، رح قلك ليش مهمة بالنسبة لإلي، بتخلينا ما نتخلى عن وزارات معينة لأنه هي للطائفة، بتخلينا ما نخلي وزارة تشتغل لأنه إذا هاي الوزارة للطائفة التانية ما خلوها تشتغل أنا كمان، يعني بتأثر على حياتنا السياسية يلي بتوصل خدمات الناس ما بتوصل لخدماتها اللي إلها 30 سنة ما عنا كهربا من وراها، لأنه بفوت وزير إذا من حزب أو من طائفة اللي هن أحزابنا بلبنان طائفية، إذا من طائفة جديدة ومن حزب جديد ما بيخلي الشغل اللي مبلش الوزير يقبله يكمل، ما بده يعطي كريدت، بيوقفوا القصص بجويري أو بعطلوا لأنه مش هم يقولوا إنجاز ما إيه، أو خليني أنا أكمل وزيد عليه ليصير الإنجاز لإلي لحالي، جاي من هون من الخوف على الهوية الجماعة الضيقة. نحن ما نجحنا نعمل مواطنة، نحن بلبنان منقول نحن لبنانية والعلم وعدقه بس حكي كله في فوش، حكينا شوي منرجع كل واحد بخاف على جماعته، انتماء. ايه الانتماء الضيق ضيق، لا ما ننتمي إليه وليس للوطن. مزبوط للأسف. مزبوط. فإذا أشري وساطة أكيد هيدا الموضوع عزيز كتير على قلبي لأنه بعرف قديش عم بيأثر على خبزنا بالبيت اليوم، بس من ورا من ورا من ورا هيك مش دريانين فيه نحن. تعرفي انه الوقت قطع بشكل مفيد، خبرك بعد في اقل من 10 دقائق ويمكن 5 دقائق تشوف قد ايه رح يسمحوا لي الشباب، بس بعد بدي اسال من يلتجئ لكم اليوم؟ للصراحه اللي عم كل القطاعات وعم حتى النزاع الاقتصادي المهني طبعا طبعا خاصه عمل الوساطه اكيد بكل القطاعات، بس حتى عم بحكي تواصل العنفي عم ينطلب تدريب بقطاعات، بتقولي ليه بدهم اياه؟ يعني قطاع المصرفي اللي 5 سنوات بدرب بالقطاع المصرفي لديبارتمنتس معينين. بدي اسال طبعا تعاطوا مع الزبائن الكول سنترز مثلا بمصارف كبيره بلبنان، يعني ما في غير وقت الكورونا وقفنا، في التليكوم شركات الخليوي اللي بيتواصلوا دغري مع الزبائن عندهم بدهم يخانقوا زعلانين مثل هلا الحاله للاسف واقفين لنا 3 سنين طبعا هلا اكيد، شركات تامين، جمعيات، يعني انا هلا طالعه من اطباء بلا حدود، دربت اطباء بلا حدود فرع جنيف 150 طبيب وعامل صحي بالاراضي اللبنانيه بيتعاملوا مع اهالي البلد ومع اللجوء الموجود بالارض واوقات عندهم معاناه، هي الحاجه عايزينها بكل القطاعات، المدارس مندرب اساتذه خاصه مع مؤسسه اديان يلي انا عضو مجلس اداره معهم ومدربه ومطوره برامج تربويه معهم، كتير عم نفوتهم على المدارس اللي بنشتغل على الذكاء العاطفي وعلى المواطنة الحاضنة للتنوع اللي بتشمل يتعلموا كيف يتواصلوا لأنه هو مفتاح الأساتذة، وما في حدا هلا بيتدرب على هالموضوع إلا ما بيقول لازم إيه، ولازم هيدا الموضوع لكل التلاميذ لكل السياسيين لكل الصحفيين بحسوا قديش حاجة عالميين سنة يعني أقل ناس بيطلبوا تدريب هني بدربوا وش ايه ما حدا سمع هني اقل ناس بيطلبوا هني بعلموا ما بيتعلموا. دانيا بدي احكي شوي عن المنصات الافتراضيه، هيدي منصات بقول فيها بعض بقول انه ملعون فيه بس ابدا عنيفه جدا، يعني فيها خطاب كراهيه طبعا حقد خطاب كراهي الغاء الاخر تنمر على الاخر كل شيء فيه ارهاب نفسي موجود 100%. كيف فينا نتدرب انه نقبل الاخر انا بقول لازم ندرب بالفعل معك حق، لقلك ليه لانه فضاء مفتوح وفجاه صار كل انسان رئيس تحرير صفحه او 2 أو 3 حسب على كم منصه عنده صفحات، ومش كل الناس مسؤولة تكون رئيس تحرير فا ايه اكيد في ازمة خطاب كراهية،
في تعدي على حرية الدين والمعتقد، فيها كمان فيها تنمر، فيها كتير مواضيع. الحلو انه لانه عم بشتغل على الموضوع مش متروك، يعني حتى المؤسسات الكبرى، وكان إلي الحظ انه اشتغل مع الامم المتحدة على الموضوع قبل الكورونا، وهلأ وقفنا ان شاء الله نرجع نبلش كذا ميتنج كذا وركشوب منهم مع فيسبوك ومع تويتر ومع ويندوز، ليشوفوا كيف بيقدروا يعملوا سياسات تقنيا تشيل يلي بيكون الكراهية ويلي بيدعي للقتل أو للإيذاء أو اللي بيتحرش أو إلى ما هنالك. أكيد بعد بده كتير شغل، بس نحنا فينا نمرن حالنا. أول شيء أنا بس يجيني فيديو مش دغري أعمل له فورورد قبل ما أتأكد إذا صحيح أو لا، هيدي أنا فيه أعمل شرطة على حالي كل واحد منا، وفي كتير هين إنه نتأكد. فينا نفوت دغري على الجوجل منشوف إذا حقيقي أو لا، إذا بلبنان مش بلبنان. إلى كل شيء بيثير النعرات حتى لو عبالي شيره، خليني أوقف وفكر، هيدا تواصل لعنفي، ليه بدي شايره؟ بأي نية؟ إنه أنا بعرف؟ للإيجو؟ وصل لي وبدي وصل للإيجو؟ ولا لأنه خطير؟ ولا لأنه بدي إنه يطلعوا وينزلوا ويأذوا غيرهم؟ خليني شوف شو نيتي، خليني وقف، خليني فكر. اليوم مطلوب منا كل تك يكون هلأ عند الموقف. الموقف بيجي بعد ما شوف لبور إلو كونتر، المع والضد، واسمع الفريقين، من بعدها بعمل موقف. هاي الفلسفة اللي عم نحكي عنها اللي عم بيقتلوها، فلسفة حياة. لا، مش ضروري يكون عندي موقف بهاللحظة. لا، وفي ناس بتفهم الشغلة غلط، يعني يا ما ناس بيقولوا فلان قال هيك، بيكونوا سمعوا هالقد من هالقد، لا حتى بيسمعوا ذوقهم. في ناس بقولهم بليز بعتوا لي الفيديو او بعتوا لي التسجيل الصوتي بعد ما علقتي ما حكيتي عن هيدا الموضوع، عم خلوني اسمع. وصار في اسبوع الماضي هيدا الشيء، خلوني اسمع. طلع كل شيء خبروا لي اياه ما قالوا خاصه. مزبوط، ما قالوا خاصه. في اعطيكي خبريه بتضحك صغيره ولا ما بقى؟ لا لا، من كم سنه في صفحه على فيسبوك عالميه عملوا تجربه اجتماعيه. هي صفحة علمية بتخبر قصص خاصة بالعلم، بس تستعمل مصطلحات هينة، يعني كلنا بنقدر نقرأ ونفهم الخبر العلمي من وراها، مش للأطباء والعلماء فقط. حاصلوا عملوا تجربة، حطوا عنوان وأخيرا حياة على كوكب مارس بالإنجليزي. أنا فتت شفت هيك تايتل، وكان بوقتها عم ينزل هابل، مش هابل، ما بعرف شو اسمه المركبة، كان وقتها كتير مارس عم ينحكى فيه. بتعملي كليك على الصفحة، بتشوفي هي على فيسبوك، عم نحكي مئات ألوف اللايكات، تعليقات. وقت أنا شفت كان تقريباً 340 ألف تعليق. ما حدا قال. أنا قبل ما فوت على التعليقات كبست الارتكل، حياة شو؟ ما حياة فيها تكون بكتيريا، فيها تكون بقى. أنا حشورة وكصحفية معودين نحن أنه دارسين، أنه دارسين مهنتنا، أنه لا وهيت لقرة. بأول ثلاث سطر هلا كاتبين عم نشوف قديش في ناس بيقروا قبل ما يعملوا شير. هيدا خبر عاري عن الصحة، أغلبية الناس ما رح تقراها. قدي في ناس بتعلق قبل ما تعمل شير. عم بحكي جد تحت العنوان بال 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 بالسبتايتل، هيك كاتبين بأول سطرين. كمية الشير بالمئات الألوف مرعبة، التعليقات كلها كنت عارف، وأكيد في حياة على مارس وفي على غير كواكب وفي كائنات. ناس عنوان على العنوان ما بيتأكدوا، العالم ما بدهم يقروا، ما بدهم يتأكدوا، بدهم دغري يفكروا انه بيعرفوا انه عندهم رأي. والعنوان مش دايما مطابق للمضمون. طيب في شيء بدي اطرحه، قضية كتير انسانية وكتير موجعة وكتير مؤلمة، اكيد تبعت اللي صار باحدى المناطق اللبنانية طبعا، هو اغتصاب لعدد من الاطفال، وهو سفاح بكل معنى طبعاً الكلمة، لو كانت كلمة قاسية بس هي بمطرحة. وقت يشوف في ثلاث جرائم صارت، تخديرهم صحيح، اغتصابهم صحيح، وتصويرهم. مزبوط، ثلاث جرائم ما فينا نتغاضى عنها أبدا. طيب بهيدا الموضوع كيف الواحد بده يكون عم بيقول رأيه باللا عنف، يتقبل هذا الموضوع، والضحايا وأهل الضحايا والمنطقة كيف بده يكون عم تعيش هيدي اللحظات بأقل أضرار ممكنة؟ صحيح. أول شيء ردة الفعل هي ردة فعل مفروض طبيعية، وتسمية الأمور بأسماء أو بتسميتها المضبوطة كتير أساسي. ما في تعبير
بخلينا نتقبل بسهولة اليوم اللي صار، لأنه لا يقبل العقل المنطقي يعني منعرف الصح من الغلط. لا عنف مش هدف ويبرر الغلط أبدا ويقول إنه هيدا متسامح معه، بدي اتسامح معه. على فكرة التسامح والسماح هو بروسس كتير طويل بيتطلب قبل عدالة، لأنه أنا إذا ما حصلت على العدالة شو عم تعمل فيي؟ عم تقتلني مرتين لما بتقلي سامحي. ليه؟ لأنه اللي انظلم هن كائنات صغيرة مفروض تكون محمية. في عدالة، في عدالة، في قوانين، ما أكتر من القوانين ما نتعدى، يعني ما نكون بيو رواياليست كل روا. وقوانيننا كتير صارمة بهيدا الموضوع، فيها تكون ما أحلينا بالنصوص، إيه؟ مش بالتطبيق، هيت لنطبطب وهيت لنتجتش وهيت لنخبي. إذا منتبع القوانين ما في مشكل، والأهالي بدهم متابعة، والأطفال بدهم مرافقة، وبدهم عمل، لأن هدول عاملين PTSD وبدهم شغل، وإلهم حق، إلهم حق عام وإلهم حق خاص. فإذا منسمي الأمور بأسمائة، ما حدا يتبلش اليوم يتزاكى ويحكي مسامحة وسماح أو وساطة، لأنه في شيء كتير كبير صار، في عدالة مطلوبة. بعد العدالة ما تتطبق، وبعد ما يمر وقت، وبعد ما هالأطفال يتعالجوا يتتابعوا يحسوا يشعروا بالأمان يرجعوا مع الكبار، لأنه انسرق منهم أمانهم من الراشدين حولهم، يوما ما إذا عبالهم، لأنه هيدي السلطة الوحيدة اللي بقيت لهم يقرروا إذا بيسامحوا أم لا، ما إلي حق أسرق منهم ولا أفرض عليهم. إذا حدا منهم عباله يوما ما يقول أنا بسامح هيدا إنسان مريض نفسيا أو whatever، هيدا شي بيرجع لهم. بس حدا يفرض على التاني شي بالقوة ما بتزبط، لأنه مش صادقة. كتير بكير في شيء اسمه توقيت، من اكيد، وما نروح على العنف المضاد، يعني مش نصير بدنا نعمل عنف اجتماعي. نعم. عائلته إيه؟ لا لا لا، لانه بلد، برجع بقول في قوانين، في قوانين بسيطه القصه، اخترعنا القوانين لما نكون شريعه غاب. في قوانين ما حدا يغبطي على حدا، خلي القانون ياخذ مجرى، خلي القضاء ياخذ مجرى، وخلص شغل نفسيا، لانه ما بيكفي العداله بالقضاء، في عدالة تجاه الأطفال الاجتماعية، وفي بدنا نروق على أنفسنا لنقدر نصلح المجتمع، لأنه هيدي مش جريمة واحدة صارت، هيدي صار عدة جرائم، وعلى ما يبدو في كتير ناس كان معهم خبر، على ما يبدو، ما بمني أكيد بس سمعتها من كذا مصدر من فترة، وبيطنشوا. هيدول أجزاء من المسؤولية طبعا. هيدي من سكت على الشر هو شرير أيضا. نعم. تانيا، سؤالي الأخير لك، كان عندك تجربة تمثيل؟ إيه، زخطورة. رح تكرر التجربة؟ بتمنى لأنه بحب كتير، بس بدي أشوف الوقت وهيك، وما بقى عندي التواصل يعني مع المؤسسات أو الإنتاجية يعني كتير، بس أكيد بحب كتير. أنا عاملة، كنت بمسرح المدرسة أصلاً قبل بالفرقة يعني المسرحية، بعدين عملت كوميديا ديلارتي، عملت شهر وأخذت شهادة فيها لما إجا أنطونيو فافا على لبنان يلي هو أكبر مدرسي الكوميديا ديلارتي، وعملت مع كفا تجربة بسيطة بالتليفيلم يلي عملوه عن العنف المنزلي، هيك ظهور كتير بسيط، ولا أكيد بتمنى، بحب. شكرا لك لحضورك، شكرا على استضافتك الحلوه، كانت حلقه هالقد ايقاع سريع، هالقد استفدنا، وان شاء الله نكون هذا التواصل العنفي اللي قدمناه اليوم انعكاس ايجابي على المستمعين بشكل او باخر ويستفيدوا منه. شكرا لك، شكرا لك، وشكرا لراديو فان، شكرا على الاستضافه وعلى هالمساحه، لان حلوه المساحه لهيك مواضيع ما كتير شعبيه من بعيد، بس بتترك اثر طيب يمكن عند المستمعين. اوقات اذا في شيء ازمه وطنيه هيك بحاجه كيف نفوت لها، رح نستعين فيك. انا جاهزه كوساطة وكتواصل، وانا جاهزه. شكرا هجوب، شكرا كيفوك، شكرا للمستمعين، والى اللقاء.